وانظروا إليها تقرأ الكتاب. لطيف، إنها حية الآن بفضلي، بفضل قوة الإصرار. ونحن دا في الحلقة الثانية من تختيم أندرتيل على أسلوبي الخاص يا جماعة. إذن أين كنا؟ صندوق. سأقرأ. أوكي، بدأنا. قالوا لي في تعليقات أني أستطيع أن أقوم بالتصرف. ما هذا؟ تحقق، ضحك، نكتة، قاطع. نكتة، سأعطيه نكتة. أنت تقوم بتلميحة جلدية فشلة. ماذا؟ ها ها ها، محاولة لطيفة. حسنا، محاولة لطيفة. لماذا تريد قتلي؟ اسمه سنودرايك، يتدرب في التلميحات التالية. تصرف. ضحك. أنت ضحك. أوكي، أنت ضحك على سنودرايك قبل أن يقول شيئا مضحكا. على ماذا تضحك؟ يا رجل أريد أن أكون لطيف. أي يا جماعة، حاولت فعل كل شيء، هرب. هو لا يقدر النكات، ليست مشكلتي. استخدم الصندوق. نعم، عصا، قفاز متين. أصبح عندي قفاز متين. هنا حفظ، ما الذي يوجد هنا؟ صنارة صيد. إنها صنارة صيد ملتصقة على الأرض. اسحبها. سأحاول. في نهايتها ملصق عليها صورة وحش غريب المظهر. غريب المظهر. اتصل بي، هذا رقمي. أوه لا، لن أتصل. قررت حتى أنا قررت عدم الاتصال. لن أتصل، أرجو أترك رقمك عندك. أوكي، وصلنا إليهم. إذن كما كنت أقول بشأن أنداين، اسمها أنداين، أعرف من هي. أوكي، رأوني. أوكي، كوميديا. سانس، يا إلهي، هل هذا بشري؟ متأكدون؟ تلك صخرة. في الواقع أظن أنها صخرة. أوكي. مهلا، ما الذي أمام الصخرة؟ يا إلهي، هل هذا بشري؟ نعم. يا إلهي سانس، لقد فعلتها أخيرا. أنداين سوف، إنها سوف، سأكون مشهور مشهور مشهور. أحم. يا بشري، أنت لن تعبر هذه المنطقة. أنا بابايروس العظيم سوف يوقعك، ثم سوف أقبض عليك. سوف يتم إرسالك للعاصمة، ثم لا أعرف ما تالي. على أي حال، استمر بالسير إذا كنت تجرؤ. حسنا، سار ذلك بشكل جيد. لا تقلق يا فتى، سأراقبك بمحجر العين. محجر العين. أوكي، سأذهب إلى بابايروس. كلب. هل تحرك شيء ما؟ أكان ذلك من مخيلتي. أستطيع فقط رؤية الأشياء التي تتحرك، إذن لا يجب أن أتحرك يا جماعة. إذا كان شيئا ما يتحرك، مثلا بشري، سأتأكد من أن لا يتحرك إطلاقا، سيقتلني. هو يمنع الطريق. اسمه دوغو أو دوكو. دوكو. سأحاول أن أتصرف. داعب. سأحاول أن أداعب. مرتبك جدا بحركاتك، إنه لا يحب الحركة. لا تتحرك ولا خطوة. هاي حركة. فهمت. سأحاول أن أتحقق. يتحمس بسرعة بالحركة. الهوايات المنتظمة. سناجب. لقد تحرك. لم يتحرك. لن أحاول أن أتحرك. هكذا. إذن لا يبدو أن دوكو قد عثر على شيء. لاعب، ماذا تم تدليلي؟ لقد تمت مداعبة دوكو. سأحاول أن أرحمه. أوكي، شيئا ما دعبني، شيئا ما لا يتحرك. أنا بحاجة إلى بعض من بسكويت الكلب من أجل هذا. سنودع. بسكويت الكلب، أظن أن هذا هو. شخصا ما كان يدخن بسكويت الكلب. يدخن بسكويت الكلب، فهمت. هو لا يأكله ويدخنه. أوكي، وصلنا. تسحلق. سأحاول أن أتكلم مع سانس.
مرحبا. مهلا، لا يوجد شيء ما مهم لتذكره. لدى أخي هجوم مميز، إذا وجدت هجوم أزرق لا تتحرك ولن يقوم بإيذائك. أوه، إليك طريقة سهلة لتذكر ذلك. تخيل علامة وقوف، عندما ترى علامة وقوف تبدأ بالتوقف، صحيح؟ علامة التوقف هي حمراء، تخيل علامة توقف زرقاء. سهل، عندما تتصارع تذكر عن علامات التوقف زرقاء. أوكي، توقف زرقاء. أوكي، عندما أرى اللون الأزرق علي أن أتوقف. ما الذي يوجد في اللافتة؟ يا جماعة سوف أقوم بتخطي هذه المباريات، سوف أحاول أن أرحمهم أو أهرب إذا لم أستطع أن أرحمه. أوكي وصلنا. أنت كسول للغاية، كنت في قيلولة طوال الليل. أوكي، سانس كان هناك، لماذا وصل إلى هنا؟ أعتقد يسمونها نائم. أعذار أعذار. أوه، البشري وصل. من أجل إيقافك أنا وأخي قمنا بصنع بعض الألغاز، أعتقد أنك سترى هذا، مروع تماما. كما ترى هذا غير مرئي. ما هو الغير مرئي؟ متاهة كهربائية. عندما تلامس جدران هذه المتاهة، هناك كتابة لا تظهر، هذه الكرة ستدير سحقة قلبية. يبدو مرحا، لأنه كمية المرح ستكون هناك قليلة حسب ما أظن. حسنا، يمكنك التقدم الآن. أتقدم إلى أين؟ أي! أوه فهمت. سانس ماذا فعلت؟ أعتقد أن على البشري أن يمت أعتقد أن على البشري أن يتمسك بالكرة، أن يمسك بالكرة. أوه حسنا، سيعطيني الكرة. أعطاني طريق المتاهة. أمسك هذه رجاء. حسنا، حاول الآن. ها، يصدق أيها الحلزون، لا الغامض، قمت بحلها بكل سهولة، بكل سهولة. مع ذلك للغز التالي لن يكون سهلا، اللغز التالي لن يكون سهلا. هناك أخطاء يا جماعة تم تصميمها من قبل أخي سانس، سوف تكون مرتبكا بالتأكيد، أعرف هذا. أوكي يا رجل، بابايرس أحمق جدا. اختفى سانس، من هذا؟ لا أفهم لماذا لا تباع هذه الأشياء. ما هي الأشياء؟ إنه طقس مثالي لشيء بارد. زبون، مرحبا، هل تود بعض المثلجات؟ إنه سعيد، إنها حلوى باردة تجعل قلبك يتدفأ. حلوى باردة تجعل قلبك يتدفأ. الآن مقابل 15 جي، 19 جولد يعني. أنا عندي 55. يا رجل هيا تفضل، احظى بيوم مثالي للغاية. لديك مثلجات؟ عندي مثلجات الآن. إنه سعيد، لكنه كاذب، قال لي مثلجات تجعل قلبك يشعر بالدفء. أي، ما هذا؟ إنها تصغر. ملكها 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 ملكه ملكها ملكه. وداعا. أوكي، لا يوجد طريق. وصلنا يا بشري، آمل أنك مستعد من أجل ذلك، من أجل شاه. سانس، أين هو اللغز؟ إنه هناك على الأرض، ثق بي، من المستحيل لأحد أن يتجاوزه. حسنا، سأتجاوزه. سانس لم ينظر إليها حتى. أوبس، كان ينبغي أن أستخدم كلمات متقاطعة اليوم بدلا من ذلك. ماذا؟ كلمات متقاطعة؟ أصدق أنك قلت ذلك. في رأيي، أوكي، هناك الكلمات غريبة، هناك كلمة في الأسفل، جونيور جومبل، جونيور جومبل، كلمات للعبة متقاطعة للصغار، أصعب من أو كثير، ما فهم أفهم يا جماعة. ماذا؟ حقا يا صاح، هذه أسهل لعبة كلمات مبعثرة، هذه لعظام الأطفال. غير معقول يا بشري، قم بحل هذا الخلاف. ما هو الأصعب، جومبل
كلمات متقاطعة. ما هو جنبل؟ جماعة ما هو جنبل؟ الهدف هو أن أجعل بابايرس سعيد، لهذا سوف أحاول أن أقول جنبل. ها أجل، لابد أن البشر أذكياء للغاية، إنهم وجدوا أن جونيور ولو جنبل صعب للغاية. أخوك مريض يا صديقي. شكرا لقولك جونيور جنبل، فقط لاسترضاء أخي. كي هنا طريق. ها فخ، وهذا ما هذا؟ ما هذا؟ إذا ماذا لدينا هنا؟ ما هذا؟ يوجد زر مخفي في الثلج. الزر عالق الآن. عالق لماذا؟ الخريطة كانت تبين مكان الزر الموجود فوق. أوكي فهمت. أوكي ما هذا؟ ما هذه الرائحة؟ أين هي الرائحة؟ هناك شخصان يتكلمون. إذا كنت أنت الرائحة، عرف عن نفسك. أنا لست رائحة يا رجل. أوه موسيقى أذكرها. توجد رائحة غريبة تجعلني أرغب في القضاء عليه. ماذا؟ في القضاء عليك. لقد هاجمك الكلب. تصرف، تعب، تدحرج، شم شم. هم يحبون الرائحة، لهذا سأحاول أن أشم. الكلاب تشمك مجددا. نعم، ولكنك تبتسم بغرابة كالسابق. رائحة غامضة، ما هذه الرائحة؟ يا رجل لا أرجوك. خرا. أوكي على حسب ما فهمت، علي أن أتدحرج. هكذا ننجو. قد تريد الكلاب شمك من جديد. شم. تظن الكلاب أنك جرو ضائع. أوكي تعال. إذا لماذا تهاجموني؟ أستطيع أن. ماذا؟ كيف تجاوزت فخي؟ أي فخ؟ والأكثر أهمية، يوجد شيء باقي يوجد شيء باقي لي. ماذا ستخبر بابايرس بخصوص المكرونة؟ تركته، تناولته. حسنا، إذا أخبرته بأني تناولت المكرونة ثم وجدها، ما الذي سيحصل؟ سأخبره بأني تناولته. حقا؟ أوه، يستمتع أحد بإعدادي؟ لم. أوكي، المقصود هنا لم يستمتع أحد بإعدادي للطعام من قبل. حسنا إذا لا تخف أيها البشري. ماستر شيف، أنا ماستر شيف بابايرس. الكلمات معكوسة. سأطهو قدر ما تريد من المكرونة لك. أصبحت الكتابة معكوسة يا جماعة. علي أن أحل هذا اللغز. انتظر سأقرأ اللافتة. حول كل إكس إلى أو ثم اضغط على الزر. ماذا؟ أو 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 دائرة. من يضع الحل قرب اللغز؟ أخي بدأ يجمع مجموعة جوارب مؤخرا. كم هذا مؤسف. أحيانا أتساءل ماذا سيفعل من دون شخص رائع يعتني به. أوكي هل أصبحنا أصدقاء؟ ماذا تكرر كلامك يا صديقي؟ يا بشري كيف سأخبرك بهذا؟ لقد استغرق وقتا طويلا للوصول لدا. لقد قررت أن أقوم بتطوير اللغز من خلال ترتيب الثلج ليبدو مثل وجهي، ولكن للأسف الثلج تجمد في الأرض والآن أصبح الحل صعبا. وكالعادة أخي الكسول ليس في الأرجاء. أفترض أنني سأقول لا تقلق يا بشري، أنا بابايرس العظيم سيحل هذا اللغز، ثم كلانا سنواصل. في هذه الأثناء لا تتردد في محاولة حل اللغز بنفسك. سأحاول ألا أعطيك الإجابة. علي أن أحول كل إكس إلى دائرة. ماذا تفعل؟
ثم أضغط على الزر. ما هذا الغباء يا بابايرس؟ عجبا، لقد قمت بحلها وفعلتها من دون مساعدة مني. لا يصدق، أنا منبهر. لابد من أنك تحب الألغاز مثلي. حسنا، أنا أحب الألغاز ولكن لا أحب الألغاز الغبية. حسنا، أنا متأكد من أنك ستحب اللغز التالي. قد تكون سهلة لك للغاية. نياهاهاها. أوكي، ضحكته تبدو غريبة. هو ذهب إلى فوق، يعني هو يعرف بأن هناك طريق فوق. وأنا أوكي. سانس، أحسنت عملا في حلها بسرعة. لم تكن بحاجة لمساعدتي أصلا. هذا أمر عظيم لأنني لا أحب عمل أي شيء. أوكي بابا سانس كسول. اسمع، إنه البشري سوف تحب هذا اللغز. أنا هنا لكي، لقد تم صنعها من قبل الدكتور الفيس، الفيس العظيم. أترى هذه المربعات؟ بمجرد أن أشعل الزر يبدأ في تغيير الألوان. كل لون له وظيفة مختلفة. الحمراء لا يمكن تعديها. سأحاول. الكتابة مشوشة. يمكنك السير عليها. لا يمكنك السير عليها. المربعات الصفراء كهربائية. سوف تقوم بساقك. أوكي، الحمراء لا أستطيع المشي فوقها. الصفراء تقوم بساقي. المربعات الخضراء هي مربعات الإنذار. إذا قمت بالسير عليهم ستكون مضطرا للمقاتلة وحش. أوكي، المربعات البرتقالية سيجعل رائحتك طيبة لأن مربعات برتقالية فيها رائحة برتقال. أضف. المربعات الزرقاء هي مربعات المياه. إذا كانت رائحتك مثل البرتقال تقوم أسماك البيرانا بلسعك. أوكي، إذا ذهبت المربع البرتقالي ثم المربع الأزرق ستقوم البيرانا بأكلي. المربعات البنفسجية هي الزلق. سوف تنزلق إلى المربع التالي. المربعات الوردية. وأخيرا لا تفعل أي شيء، سر عليهم كيف ما تريد. كان ذلك مفهوم. هل فهمت الشرح؟ طبعا. عظيم. ثم يوجد شيء آخر. هذا اللغز عشوائي بالكامل. عندما سأضغط على الزر سوف يبدأ اللغز. لم ترى مثل هذا اللغز سابقا. حتى أنا لا أعرف الحل. وترون يا جماعة، هناك حرف تحت يجب أن ألصقه فوق. ها ها ها، استعد. اللغز عشوائي. هيو. أوكي. أستطيع المرور. في الواقع تلك المكرونة من الوقت السابق لم تكن سيئة جدا لأخي. بما أنه بدأ بدروس الطبخ بدأ يتحسن كثيرا. إذا استمر للعام المقبل سيقوم بإعداد شيء صالح للأكل. هذا الكلب يحدق ببطء في الثلج في انتظار أن تتحول إلى فن. يعني فنان يريد أن يقوم بمنحوته. هناك بقرة. ما هذا؟ ذلك الكلب يعتبر نفسه فنانا ولكنه لا يعرف حتى ماذا يصنع. سيصنع. ربما حجم دماغه لا تساعد وبالتالي تشبه قطعة من طعام الكلاب. هذه تسخر من الكلب. معرفة أن الكلب لن يستسلم لمحاولة صنع كلب ثلجي مثالي يملأك بالإصرار. هذا بابايرس من الثلج وهذا سانس من الثلج. إنها كتلة من ثلج مكتوب عليها بعلامة حمراء كلمة سانس. أحاول أن إيزي. واو، ما هذا؟ هكذا. شيء كان فوق رأسي. هناك طريقين. هناك طريقين. الأسفل. الأسفل فيه سانس. ما الأخبار؟ هناك أعين. هذه أعين. هاي، شكلها مرعب هذا. جيف تروت. جيف تروت، تحقق.
هدية، غير هدية، رفض هديتك، كيف أعرف بأنها ليست خدعة؟ يراقبوني بحذر، هو الخائف مني. بعض المراهقين قاموا بتزيينه كمسحة. هذا أفضل قليلا. أوكي، فهمت ما يحصل. أي، قاموا مراهقين بتزيينه وهو يكره ذلك، لهذا علي أن أزيل الزينة. هذا أفضل قليلا. منزعج بشكل قليل. أوكي، تصرف أرحمة. هكذا ساعدنا. لماذا هناك اثنان؟ كيف الحال؟ قل، هل تتبعني؟ بتأكيد أنك تحب التدريب. انت هذه اللحظة إذا استمرت في فعل ذلك. هل أنت ضائع؟ 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 يا رجل، لا، ظننت أنه إذا أزعجته سوف يقول شيء مختلف. ما هذا المكان؟ أستطيع أن أمشي في اللون الأسود. هذه العلامة رأيتها، إنه باب. نعم أنا أعرف إنه باب. أنا أن أخفي اثنان في الأسفل؟ كي لا، أظن بأن الأمر شبه مستحيل. ما هذا؟ إنه ثلج شاد. ها، وهذا هو ثلج شاد. هذا على أي حال هو ثلج شاد. بشكل مفاجئ إنه ثلج شاد. ثلج شاد، هل هو حقا ثلج شاد؟ راقب ثلج شاد. إنه يوجد في هذا. أوه، إنه ثلج شاد، وهذا ليس ثلج شاد، إنه كلب. أوكي، أنا آسف. أذكر هذه الموسيقى، سمعتها. تصرف، داعب، العب. تجاهل، سوف نحاول أن يبدو بأنه يحب اللعب. إنه ليس متحمس كثيرا للعب. هاي، تصرف. أستطيع أن أرحمه الآن. أخيرا أعد كل شيء من أجله. نزل. عاد بشقلب. الجسر مرعب، أخاف من المرتفعات. لا تقطعوا الحبل أرجوكم يا بشري، هذا تحذيرك الأخير والأكثر خطورة. شاهد تحد من الرعب القاتل. ماذا؟ واو، ما فائدة الكلب هنا؟ عندما أقول الكلمة سيقوم بتفعيل كل شيء. مدافع ستطلق، الأشواك ستتأرجح، والنصل سيقطع. كل قطعة ستتأرجح بعنف صعودا ونزولا. فرصة صغيرة فقط باقية للفوز. هل أنت مستعد؟ لأنه أنا على وشك فعل ذلك. حسنا، ما هذا التأخير؟ تأخير؟ ماذا تقصد بتأخير؟ أنا على وشك تفعيلها الآن. إنه لا يريد فعل ذلك لأني كنت طيب معه. هذا لا يبدو أنه مفعل للغاية. إذن هذا التحدي يبدو ربما سهل للغاية لهزيمة البشرية به. فعلا لا أستطيع استخدام هذا. أنا هيكل عظمي مع معايير، الغاز منصفة للغاية، وفخاخي مطبوخة بشكل محترف، ولكن هذا الأسلوب مباشر تماما، لا يوجد فيه طراز إطلاقا. لتذهب بعيدا، إلى ماذا تنظر؟
هذا كان انتصار حاسم آخر لبابايروس. لم يرغب بقتلي. لا أعرف ما الذي سيفعله أخي في المرة القادمة. لو كنت مكانك لكنت أود فهم الهجمات الزرقاء. مرحبا بك في سنودن، يعني سنو تلج. متجر، صندوق، هذا فندق أظن. المكان لطيف هنا. هذا ينظر إلي، هذا ينظر إلى الكاميرا. لن أكلمك. واو، هناك الكثير من الشخصيات. حانة. إنها حانة. سنكلم الأرنب. تلك السيدة هناك، شيء ما بخصوصها يزعجني. هذه، أليس هذا الصغير هو الألطف؟ الأرانب رائعين للغاية. يعني هذه تزعجه؟ أوكي فهمت. أنت طفل أيضا صحيح؟ يمكنني قول ذلك لأنك ترتدي قميص مخطط، لا لأني قصير. هذه المدينة ليست لديها عمدة. لو توجد مشكلة سيخبر الهيكل العظمي سيدة السمك بذلك. هذه هي السياسيات. إنها علبة بريد تفيض بالبريد الغير مقروء. وهذه علبة بريد باسم بابايروس. انظر للداخل. هيا، إنها فارغة. أوكي فهمت، هذه خاصة بسانس وهذه خاصة ببابايروس. لا أحد يحب بابايروس على ما يبدو. إنه مقفل. حسنا، إنه مقفل من الداخل. هناك قطعة ثلج. ما هذا؟ هاي، يا بشري اسمح لي أن أخبرك عن بعض المشاعر المعقدة. أشعر وكأنما البهجة بالعثور على طرف حب مكرونة آخر، الإعجاب بمهارات حل لغز آخر، الرغبة بأن تكون رائعا، شخصا ذكي. أعتقد أنك رائع. هذه المشاعر ما يجب أن تشعر به حاليا. بالكاد أستطيع تصور ما يجب أن تشعر به. بعد كل شيء أنا عظيم جدا. يا رجل كن متواضع. لا أتساءل كيف يكون شعور أن يكون لديك الكثير من الأصدقاء. أنا أشفق عليك أيها البشري الوحيد. لا تقلق، لن تصبح وحيدا بعد الآن. أنا بابايروس العظيم سيصبح. كلا كلا، كل هذا غير صائب. لا يمكن أن أكون صديقك. أنت بشري، يجب أن أقبض عليك ثم أستطيع أن أحقق حلمي الأبدي. قوة شعبية ذو هيبة. هذا بابايروس، العضو الجديد من الحرس الملكي. سيقاتلني. بابايروس يغلق الطريق. لا، لن أقاتل. كيف نرجع؟ تصرف بابايروس. غازل، إهانة. لا، غازل. ماذا؟ مغازلة؟ إذن في نهاية المطاف تكشف عن مشاعرك المطلقة. حسنا، أنا هيكل عظمي ذو معايير عالية جدا. ليس لدي صفات. أستطيع عمل معكرونة. لا، أنت تقابل جميع معاييري. أعتقد أن هذا يعني أنني يجب أن أذهب في موعد معك. لنتواعد لاحقا بعد أن أمسكك. ماذا؟ أوكي، سيهاجم. واو، كان ذلك صعبا. يتساءل بابايروس بما سيرتديه من أجل الموعد. سنحاول أن نرحم. نغازل مجددا. لا، لنتواعد لاحقا بعد أن أمسكك. كان ذلك صعبا. نجوت بصعوبة كبيرة. يتساءل بابايروس بماذا سيطبخه من أجل الموعد. وضع بابايروس بعض من كولونيا العظم خلف أذنه. هل أجعله يمسكني؟ لا. إذن لا تريد القتال؟
إذا لنرى إذا كنت تستطيع التعامل مع هجومي الأزرق الأسطوري. هجومه الأزرق الأسطوري. انتظروا لحظة. لا يجب علي أن أتحرك. كان ذلك صعبا. أنت أزرق الآن. هذا هجومي. أنت أزرق الآن. أوكي أصبح شرير. غازل. نتواعد لاحقا. أوكي. لا. أجل لا تجعلني أستخدم هجومي الخاص. لا تستخدم هجومك الخاص يا بوبايرس. أرجوك. بوبايرس رئيس الحرس الملكي. واو. أنت ضعيف جدا، لقد كان من السهل إمساكك. سوف أرسلك الآن إلى منطقة الأسر. قام بسجني. نايس سجن. نايس أحسنت. لا تقول لي أنها علي أن أنجح. راقب هجومي الخاص. ماذا بحق السماء؟ هذا هجوم الخاص. مهلا الكلب الغبي، هل تسمعني؟ توقف عن مضغ ذلك العظم. مهلا ما الذي تفعله؟ عد لي هنا مع هجومي الخاص. حسنا سوف أستخدم الهجوم العادي. سرق هجومه الخاص. تخيل أن تضربني هذا. حسنا. أوف الأمر واضح. لا يمكن. ماذا؟ لا أستطيع أن أقرأ. أجل أستطيع رؤيتك ترتجف في أحذيتك، لذا أنا بابايرس العظيم أختار أن أمنحك الرحمة. سوف أعفو عنك يا بشري، والآن فرصتك لتقبل رحمتي. إذن يوهوهوهو. لا أستطيع حتى إيقاف شخص ضعيف مثلك. ماذا ستقول؟ يا لك من فاشل، لنصبح أصدقاء. تخيلوا أن أقول يا لك من فاشل. حقا تريد أن تصبح صديقي؟ إذن أظن أنني أستطيع أن أعاونك. لم نحظى حتى بأول موعد، وتمكنت بالدخول لمنطقة الصداقة. منطقة الصداقة؟ من ظن بأنني كل ما احتجته لكسب رفيق بأن تعطيهم ألغاز مروعة وثم يقاتلوني. لقد علمتني الكثير أيها البشري، وسأعطيك الإحداثيات للسطح الخارجي، ثم عندما تصل للعاصمة عبر الحاجز، وهذا هو الختم السحري الذي حصرنا في تحت الأرض. كل شيء يستطيع أن يدخل، ولكن لا شيء يستطيع الخروج أظن، باستثناء شخص ما لديه قوة الروح مثلك. لهذا السبب يريد الملك أن يستحوذ على البشري. يريد أن يفتح الحاجز باستخدام قوة الروح. للوصول إلى المخرج عليك المرور من خلال قلعة الملك. ملك الوحوش هو حسنا هو خصم ضعيف، الجميع يحب ذلك الشخص. أنا متأكد لو قلت فقط المعذرة يا سيدي دريمور، هل يمكنني الذهاب للمنزل؟ سوف يرشدك إلى الحاجز مباشرة بنفسه. سأكون بالمنزل، كن صديقا جيدا. لا تتردد بأن تأتي وتحظى بذلك الموعد. إذن هنا أذهب إلى ذلك المكان حتى أتحرر. سأحاول الذهاب للقيام بالموعد وننهي الفيديو. متأكد أن الباب سيكون مفتوح الآن. هو عند الباب. لقد عدت لتحظى بموعد معي. لابد من أنك جاد بخصوص هذا. سأخذك لمكان مميز جدا، مكان قضيت فيه الكثير من الوقت. إنه سريع. منزلي. أو هو يمزح. كان يمزح. طط طط طط. المكان جميل هنا، راقي. إنه برنامجي المفضل. ماذا في العادة يكون أفضل من هذا؟ إنها حلقة سيئة، لا تحكمني.
هذه الصخرة الأليفة تابعة لأخي، ينسى دائما أن يطعمه، وكالعادة يجب أن أتولى المسؤولية. صخرة مغطى بالزينة، يمكنني ملؤها بالمزيد من العظام تحت. ماذا؟ أمسك هذا الكلب المتطفل، اللعنة. أوكي، سانس في الداخل. سانس، توقف عن إزعاج حياتي بهذه الموسيقى العرضية. العرضية؟ صورة كلاسيكية تذكرني بما هو مهم في الحياة، العظام. هذه غرفة سان، غرفة بابايرس، هذه غرفتي. إذا أنهيت من التجول في الأرجاء، يمكننا الذهاب للداخل و وفعل ما يفعله الناس عندما يكونون في موعد. اذهب للداخل. اوكي، بدأت أخاف من بابايرس، بدأت أخاف منه. أنا فتى يا رجل، سندخل. واو، غرفته تبدو غرفة طفل صغير. اسمع، هذه كل الهجمات التي استخدمتها عليك، ذكريات عظيمة، ها؟ وكأنها كانت البارحة فقط، رغم أن ذلك حدث للتو. أوكي، كانت البارحة بالفعل. إذا ماذا سنفعل؟ إذا هل تريد أن نبدأ بالموعد؟ نبدأ الموعد؟ نعم، حسنا، يبدأ الموعد. بدأ الموعد. ها نحن دافئ موعدنا. في الواقع لم أفعل ذلك سابقا، ولكن لا تقلق، نحن مستعدون لنحظى بوقت رائع. Let's see. أو هنا بالإنجليزية، أولا اضغط C من أجل واجهة الموعد. C. أشعر أنني واعي للغاية. أظن أننا جاهزون للخطوة التالية. ثانيا، هو يقرأ الكتاب. ثانيا، اسألهم في الموعد. هل تريد الذهاب معي في موعد؟ نعم، حقا. أظن أن ذلك يعني أنه حان وقت الجزء الثالث. ثالثا، ارتدي ملابس جميلة لتبين أنك مهتم. انتظر لحظة، ارتداء ملابس، تلك الربطة حول رأسك، أنت ترتدي ملابس الآن، ليس ذلك فحسب؟ سابقا اليوم كنت أيضا ترتدي ملابس. لا، هل يمكن أن يكون؟ هل ترغب ببدء موعد من البداية؟ نعم. لا، خططت لكل هذا، أنت أفضل مني بكثير في المواعظ. كلا، قوة موعدك. لا تعتقد أنك غلبتني، أنا بابايرس العظيم، لم يهزم إطلاقا في الموعد ولن يخسر أبدا. أبدا، أظن أستطيع بسهولة مجاراتك. أترى، أنا أيضا أستطيع ارتداء ملابس. في الواقع أنا دائما أرتدي ملابس خاصة تحت ملابس العادية، فقط في حال قام شخصا ما بطرح سؤال لي في موعد. راقب، ما رأيك في أسلوبي السري؟ أنا أحبه. كلا، إطراء صادق. مع ذلك أنت لا تفهم حقا القوة المخفية من هذا الزي. إذن ما قلته للتو هو باطل. ماذا؟ هل هذا موعد يا جماعة؟ هذا الموعد لن يتطور أكثر من ذلك. لا، لا، أن تجد سري، ولكن ذلك لن يحدث. أجد سرك. كي القبعة؟ قبعتي، قبعتي، قبعتي. حسنا، إذا لقد وجدت سري. أعتقد أنه ليس لدي خيار، إنها هدية، هدية لك أنت فقط. افتح. مكرونة، هل تعلم ما هذا؟ نعم، مكرونة. هذا ما كنت تفكر به، أليس كذلك؟ صح، ولكن مخطئ، هذه ليست مكرونة قديمة، هذا عمل فنان، مكرونة ناعمة الوحيدة الموجودة. يا بشري، حان وقت لإنهاء الأمر، لا توجد أي طريقة لنمضي أكثر من ذلك. كل، أخذت قضمة صغيرة، تغيرت ملامح وجهك، الطعام لا يوصف. يا له من تعبير عاطفي، لابد من أنك أحببت طبخي، وبالتبعية أنا ربما أكثر مما أفعل أنا. كلا يا بشري، الأمر واضح الآن،
أنت تحبني بشكل جنوني، كل ما تفعله، كل ما تقوله كان من أجلي. يا بشري، أتريد أن تصبح سعيدا أيضا؟ لقد حان وقت للتعبير عن مشاعري، إنه وقت الذي أخبرتك به. أنا بابايروس، أنا يا ويلي، هل الجو حار هنا؟ أم أتخيل ذلك؟ سوف أستمر بأن أكون صديقك الرائع، وسأتصرف وكأن كل شيء لم يحدث إطلاقا. أوه، وإذا أردت أن تتواصل معي، هو رقم هاتفي، يمكنك الاتصال في أي وقت. أفلاطونيو. ما معنى أفلاطونيو؟ حسنا، يجب أن أذهب. بدأت أشك في بابايروس يا جماعة. أنا أستطيع الدخول إلى هنا. الباب مقفل. سانس، افتح الباب. سنذهب. أظن أنه سيحصل الكثير من الأشياء، والفيديو أصبح طويل، لهذا سنستمر في المرة القادمة في الحلقة الثالثة. وكان هذا كل شيء، وألقاكم قريبا يا رفاق في الفيديو القادم.